اول دوره ديال مجلس مدينه سالا ان يقول انه قادر باش يدخل العمده جديد اللي هو نور الدين الازرق للحبس. هذا التهديد هو اللي غيجعل السنتيسي يدير نور الدين الازرق في كرشو وغيخليه يسني ليه كل الصفقات ديالو وراسو تحت الارض او راسو في الارض. واللي متورط هو معاه كذلك في اختلاس مبلغ 87 مليون ديال الدرهم و958 الف، يعني قرابه 88 مليون ديال الدرهم. بعد نشرنا لسلسلة ديال حلقات الفساد المالي والإداري وجرائم الأموال للبرلمان إدريس سنتيسي، توصلنا بالعديد من الاتصالات من طرف مجموعة من أشخاص، منهم اللي عندهم علاقة ديال صداقة معنا قديمة ومنهم لا تربطنا معهم أي صلة. هذه المكالمات كانت كلها في الظاهر ديالها تضامن وتشجيع لهذه الحلقات ولهذه السلسلة ديال زواج المال والسلطة وفضائح ديال إدريس سنتيسي، لكن في الباطن ديالها كانت تحمل واحد مجموعه ديال التهديدات. من هاد الناس اللي نبهنا من احتمال حدوث اعتداء من طرف بلطجيه، ومنهم اللي نبهنا من تلفيق تهمه ديال المخدرات في السياره ديالي، ومنهم اللي قال ان السنتيسي في جيبه القضاء وله علاقات قويه ببعض المستشارين في القصر الملكي و و و, و الى غير ذلك من التهديدات المبطنه. أقول لكل هؤلاء باختصار شديد، اختصار شديد، اللي عبروا عن تضامن ديالهم بحسن النية ديالهم أو منهم اللي بغير حسن النية، وأنا على يقين أنهم الناس اللي عندهم حسن النية خايفين عليا، لكن أقول لهم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الباطل دائما يكون زهوقا. نعود لاستكمال حلقاتنا مع الحلقة الخامسة. نقول السنتيسي لم يقتصر في تثبيت المكانة ديالو في مدينة سالا وتوطين المكانة ديالو في مدينة سالا عندما أصبح عمدة لها فقط، بل كان الطريق ديالو إلى هذه العمودية هي بوابة لإعلان الزواج ديالو بين النفوذ والسلطة والمال والسياسة والرياضة، باش يصبح ضمن الحكام الجدد الأوليغارشية التي تعتبر المغاربة زبناء عندهم فقط. في مجال الرياضة السنتيسي غيشغل منصب عضو اللجنة الشرفية لفريق جمعية سالا، فريق المدينة الأول، وغيخصص له قيمة كبيرة ودعم كبير، وقام تنظيم دوريات كثيرة من أجل تطعيم الفريق بلاعبي الأحياء، لاعبين جدد كيلعبوا في الأحياء. الفريق اللي كيتواجد الآن في القسم الثاني في الرتبة الأخيرة 16 ومهدد بالهبوط في القسم الثالث. في كل مشاريع السنتيسي الاستثمارية وحتى السياسية كانت القرابة العائلية والحزبية حاضرة بقوة، وكانت هي الأساس لتكوين الثروة ديال السنتيسي، ومنهم خو اللي غيرتبط الاسم ديالو باسم ديال السنتيسي اللي هو عمر السنتيسي والعمد الحالي لهذه المدينة سالا. لكن في لحظة من اللحظات غيولي اسم السنتيسي مقترن بأسماء أخرى كبيرة ووازنة غيقدم لأجل التقرب منها الغالي والنفيس، اللي غتشكل من بعد جدران عالية من العلاقات العائلية والسياسية والمصلحية. فأول خطة استراتيجية اللي غيبدأ بها هي مصاهرة واحد الرجل اللي غيشكل جدار قوي دفاعي للسنتيسي في كل التحركات ديالو والمشاريع ديالو. هذا الرجل هو علان السكروحي العامل والمدير لمديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية ديك الفترة، راه مات الله يرحمه. على كل حال اذكروا أمواتكم بخير، غفر الله لنا وله. كان السكروحي في ذاك الوقت عامل مدير عام للوكالة الحضارية في الدار البيضاء، لكن كاين شخصية أخرى كانت هي المحرك ديال هذه التطورات كلها. هذه الشخصية كانت في الظل وكان الاسم ديالها كتبان في عدة أحداث، رغم أنه ما كانش في منصب وما كانش في مسؤولية. هذا الرجل هو إلياس العماري، هو اللي كان جاب السكروحي من منطقة الريف، لأنه كي ثابت هو منطقة الريف أيضا، غيجيبه من الدار البيضاء وزارة الداخلية. فهذه الفترة خرج السنتيسي لأول مرة عن الصمت ديالو فاش فاز التجمع نور الدين الازرق بالعمودية ديال سلا، وغيقول أمام الملأ وفي أول دورة ديال مجلس مدينة سالا أن يقول أنه قادر باش يدخل العمدة جديد اللي هو نور الدين الازرق للحبس للسجن. وكان هذا تهديد صريح، غيكشف لنا جزء بسيط وصغير من هذا الجدار اللي كان السنتيسي كيتكى عليه واللي كيساند عليه، اللي هو علاش كما قلنا العامل والمدير العام للجامعة المحلية في وزارة الداخلية واللي هو نسيبه نسيب السنتيسي في ذاك الوقت. هذا التهديد هو اللي غيجعل السنتيسي يدير نور الدين الازرق في كرشو
وغيخليه يسني ليه كل الصفقات ديالو وراسو تحت الارض او راسو في الارض. واللي متورط هو معاه كذلك في اختلاس مبلغ 87 مليون ديال الدرهم و 958 الف، يعني قرابه 88 مليون ديال الدرهم. وكان هو كذلك اللي غيتستر على شركه الحجوجي وشركه البوعزاوي في اشغال الطرقات، اشغال الصرف الصحي وفي الاناره العموميه، ويتستر كذلك عليه في التهرب من الضريبه على الاراضي العقاريه وغير ذلك اللي غنتكلموا على هذه الفضائح ديال الزرق بتفصيل ادق في حلقات اخرى. من بعد غتبين العلاقه الظاهره بين السنتيسي والسكروحي والدينامو الياس العماري بشكل كبير، فاش غيتطور ملف اعتقال جامع المعتصم اللي هو كذلك سبورت تجامع المعتصم متورط، وثائق كثيره تشير على التورط ديالو واللي غنشرو تا هو الغسيل ديالو ايضا في حلقات. قلت غتبان هذه العلاقه بجامع المعتصم فاش غترفع الشكايه ضده هو واللي معاه من المنعشين العقاريين والخصوم السياسيين ديال السنتيسي واللي كانوا كينافسوا السنتيسي في سلا. غتبان هذه العلاقه في مخطط جهنمي واستراتيجي غيوضعوا الياس العمري باش يوجه ضربه قويه للعداله والتنميه من جهه، والتحالف ديال العداله والتنميه من جهه اخرى، في اطار تفكيك تحالفات حزب بن كيران بجميع المدن. اما الاله المحركه اللي غتكون هي على السكروحي اللي كان منفذ الخطه، ومن بعد غيجي وزير الداخليه السابق شكيب بن موسى غيرفع تحريك المتابعه في حق جامع المعتصم ومن معه. وتنتشرت هذه الامور في جريده المساء الورقيه في ديك الفتره طبعا. في هذه المرحله تم استعمال جميع الاسلحه بما في ذلك قضاة، كتجمعهم السنتيسي علاقه غريبه ومشبوهه بحال قاضي تحقيق ذكرات الاسم ديالو، ذكرتها مصادر المساء ان ولده عنده علاقه معاملات استثماريه في سلا مع العمده السابق ديال السنتيسي، وكينتمي هو ايضا لمنطقه الشمال، الى جانب وكيل ملك كتربطه هو ايضا علاقه صداقه في السنتيسي، وهو اللي كان كيحيل جميع الملفات على قاضي التحقيق المشار اليه واللي تكلمنا عليه. هاد العافيه اللي شعلها السنتيسي ضد العمده نور الدين الازرق اللي دخل معاه في المحاكم اللي غتكون سبب باش غتفضح العلاقه ديال السنتيسي بشخصيات قضائيه اللي غتولى النظر في الملف. من بعد غيقرر دفاع العمده الازرق انه يقدم تجريح في حق قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في القضيه ديال المخالفات التعمير في سلا، واللي قال اثناء المحاكمه الدفاع ديال نور الدين الازرق قال بان سكان الرباط وسلا كيعرفوا مزيان العلاقه الحميميه اللي كتجمع قاضي التحقيق بالعمده السابق ادريس السنتيسي. فاثناء المحاكمه الازرق مع احتدام المواجهه والصراع بين الاطراف المذكوره غيدور خلاف ساخن بين ادريس العماري وصلاح الدين مزوار اللي كان رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار اللي كينتمي ليه كذلك العمده الازرق. هذا الخلاف حسب مصادر ديال المساء غيسالي بلجوء العماري الى مزوار. كان مخطط ديال السنتيسي والعماري والسكروحي الهدف منه هو إزاحة العمدة الأزرق وإسناد مهمة العمودية من جديد للسنتيسي، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. مسيرات 20 فبراير والصور ديال هاد الأشخاص اللي كانت كتزين اللافتات ديال حركة 20 فبراير واللي نسفات هذا المخطط، وكان السنتيسي تا هو حاضر بقوة في هاد المسيرات ديال حركة 20 فبراير. تم تأجيل هذا المخطط إلى حين، وغيبقى الصراع كبير والتسخينات جارية في دكة الاحتياط في انتظار استئناف اللاعب في الميدان بقميص جديد ورقم جديد، لكن هذه المرة تحت قبة البرلمان. إلى هنا ننهي هذه الحلقة في انتظار الحلقة السادسة إن شاء الله، واللي غنكشفوا فيها واحد مجموعة ديال المعطيات كذلك واحد مجموعة ديال الوثائق اللي غتبين لنا الجرائم القوية والكثيرة ديال البرلماني إدريس السنتيسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.